منتوجات تقليدية متنوعة تنوع المشاركين من ولايات مختلفة. أسست معرض الصناعات التقليدية بالقرية الحرفية بمدنين منتوجات تقليدية أضاف أصحابها عليها لمسات إبداعية حتى تواكب العصر. الغرارة معروفة بها بني خداش، مي أنا طورتها، عملت منها ابتكارات جديدة، وسني عملت حاجة جديدة. دخلت في اللبسة، اللي زارتيك اللي نخدم فيه دخلتها في اللبسة، في الروب، في الكشابية، في البرنوس. لقيتها الحكايه مشت معايا خير من قبل. ننتج سكاجه، سجادات، حصره، كربيات، قفاف، زدت اضفت عملت ردوات، يعني حاجات جديده. فما صعوبه، فهمت احنا خصوصا المواد الاوليه معناتها نقصت برشا، معناتها ما عادش نلقاو المواد الاوليه كي قبل. باهي ابرك شويه، ما مازال قبل من زي قبل. علاش؟ الكورونا، فهمتي؟ والدنيا كلها غليت، المواد الاوليه نتاع الجلد نتاع المواد الاوليه كلها غليت. اكثر من 30 حرفيا شاركوا في هذا المعرض من تنظيم جمعيه دعم التنميه المستدامه بالتعاون مع المندوبيه الجهويه للصناعات التقليديه. معرض كان فرصه للتسويق خاصه بعد ركود مطول فرضته جائحه كورونا. الهدف من المعرض هو معرض تجاري تسويقي للعارضين للموجودين في مدنين، وان شاء الله يدوم المعرض، والمشاركين هم طالبين منا ان نزيد نطولوا لهم في المده. كما تعرفوا الصناعه التقليديه معناها مشاكل، مشكل كبير برشا في قطاع الصناعه التقليديه. الكوفيد زاد عمق المشاكل هذه اكيد، خاصه اهم حاجه اللي هي تسكير يعني المعارض، يعني غلق المعارض امام الحرفيين الكل اللي ما فما، يعني الحرفي ولا توا ما فماش حتى فضاء مفتوح اللي نجم يعرض فيه الخدمه نتاعه. مثل هذه المعارض للحرفيين تعد فرصه لترويج منتوجات التقليدية التي تواجه عديد الإشكاليات سواء في اليد العاملة أو غلاء المواد الأولية من ناحية، كما ساهم أيضا في مزيد التعريف بالقرية الحرفية بمدنين من ناحية أخرى وإضفاء حركية تجارية عليها.